بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة الأعزاء، سنوات ثالثة ثانوي شعبة علوم تجريبية، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. ما زلنا معكم مع تصحيح موضوع البكالوريا 2021 مع الموضوع الأول. بعدما شفنا التمرين الأول والثاني، اليوم راح نشوف تصحيح التمرين الثالث. إذن بالتوفيق للجميع. إذن كان التمرين الثالث على 5 نقاط وكان على المتتاليات. يقول التمرين: المتتاليات العددية UN معرفة على N بالعبارة التالية: UN تساوي ناقص 4N زائد 3. يقول السؤال الأول: برهن أن المتتالية UN حسابية يطلب تعيين أساسها R وحدها الأول U لصفر. إذا كيف أبرهن متتالية أن متتالية UN متتالية حسابية؟ إذا تكون UN متتالية حسابية إذا كانت تكتب على الشكل التالي، يعني حدها الـ UN زائد 1 ناقص UN يساوي R مع R عدد حقيقي. إذا راح ندرس الفرق أو نحسب الفرق UN زائد 1 ناقص UN، إذا لقيناه يساوي عدد حقيقي نقول أن المتتالية UN تعي متتالية حسابية. إذا نعوض UN زائد 1، UN زائد 1 نعوض هنا في العبارة هنايا، إذا راح يساوي ناقص 4، عوضا ما نكتب N نكتب N زائد 1 زائد 3 ناقص عبارة UN اللي هي ناقص 4 N UN عفوا زائد 3، ثم بعد ذلك ننشر ناقص 4 في N تمد لي ناقص 4 N، ناقص 4 في زائد 1 ناقص 4 زائد 3، ناقص في ناقص زائد 4 N، ناقص في زائد 3 ناقص 3. ثم بعد ذلك لاحظوا أن ناقص 4 N زائد 4 N صفر، ثم بعد ذلك زائد 3 ناقص 3 صفر، يبقى لي فقط العدد ناقص 4. إذا أخيرا لقيت أن الفرق بين UN زائد 1 ناقص UN يساوي ناقص 4 ويساوي هو الأساس R. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن UN متتالية حسابية أساسها R يساوي ناقص 4. إذا ثم بعد ذلك راح نحسب الحد الأول. كيف ذلك؟ حساب U لصفر بتعويض فقط N يساوي صفر في العبارة التالية. إذا من أجل N يساوي صفر راح نعوض في العبارة UN تساوي ناقص 4 N زائد 3، تصبح ناقص 4 في صفر زائد 3 تخرج لي U لصفر حدها الأول هو 3. أتمنى فقط أنكم لقيتوا الإجابة الصحيحة. نتابع السؤال الثاني. يقول أن من أجل كل عدد طبيعي N نضع SN هو مجموع حدود المتتالية UN، يبدأ من U لصفر زائد U لواحد زائد U لاثنين إلى غاية U لN. يقول سؤال: برهن أن SN هذه مجموعة الحدود المتتالية الحسابية تاعي راح تساوي ناقص 2 ناقص 2 N مربع زائد N زائد 3. إذا هو كيف راح أبرهن أن المجموع يساوي هذه القيمة؟ نقول لدينا UN متتالية حسابية أساسها R يساوي ناقص 4 وحدها الأول U لصفر يساوي 3، هذا ما برهناه في السؤال الأول. ثم بعد ذلك SN التاعي عبارة عن مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية. احنا نعرف أن القانون يقول أن مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية SN هي مجموع الحدود على 2، يعني نقسم عدد الحدود مجموع الحدود على 2 جداء الحد الأول زائد الحد الآخر. إذا SN تاعي عبارة عن U لصفر زائد U لواحد لغاية UN، منه عدد الحدود. احنا نعرف أن كيف نجد عدد الحدود هو دليل الحد الأخير اللي هو N، لاحظوا معايا دليل الحد الأخير اللي هو N ناقص دليل الحد الأول اللي هو صفر زائد 1، وبالتالي تخرج لي N ناقص صفر زائد 1 تساوي N زائد 1. إذا عدد الحدود هو N زائد 1. نتابع الآن الحد الأخير اللي هو الحد العام هو UN ناقص 4 N زائد 3، أما الحد الأول هو 3. إذا ما علي إلا أن أعوض SN تاعي تساوي مجموع الحدود اللي هي N زائد 1 تقسيم 2 جداء الحد الأول هو 3 زائد الحد الأخير اللي هو ناقص 4 N زائد 3. بعد تبسيط ما داخل هذه العبارة، لاحظوا معايا N زائد 1 على 2، هنا 3 زائد 3 6 ناقص 4 N. هنا وش درت؟ نحيد 2 كعامل مشترك بين ناقص 4 N زائد 6،
ثم تخرج لكم ان زائد واحد في اثنين في ناقص اثنين ان زائد ثلاثة. اختزل اثنين مع اثنين ثم يبقى لي اس ان تساوي ان زائد واحد في ثلاثة ناقص اثنين ان. طبعا مع العلم ان ممكن احداكم يعني ممكن يكون يعني ممكن النشر مباشرة ثم القسم على اثنين، راح تخرج لكم نفس النتيجة. انا فقط حبيت نختزل باش يروح لي الكسر. واش يخرج لكم؟ اذا ننشر خاصية التوزيع، ان في ثلاثة ان لكم ثلاثة ان، ان في ناقص اثنين ان تخرج لكم ناقص اثنين ان مربع، زائد واحد في ثلاثة زائد ثلاثة، زائد واحد في ناقص اثنين ان تخرج لي ناقص اثنين ان. نبسط هذه العبارة مرة اخرى، اذا تخرج لي ناقص اثنين ان مربع زائد ثلاثة ان ناقص اثنين ان زائد ان زائد ثلاثة. اذا اخيرا خرجت الى النتيجة ان اس ان هي ناقص اثنين ان مربع زائد ان زائد ثلاثة. اتمنى فقط انكم لقيتوا النتيجة هذه صحيحة. نتابع على بركة الله. سؤال الثاني ب يقول عين قيمة ان، يعني عين قيمة العدد الطبيعي ان، حيث تكون عندنا المجموع اس ان يساوي ناقص 30132. اذا هنا واش راح ندير؟ حنا نعلم ان اس ان تاعي هاوليك لقيتها هي ناقص 2 ان مربع زائد ان زائد 3 يساوي ناقص 30132. هنا احنا نحل فقط المعادله اللي هي هذه المعادله. طبعا اللي ما جاوبش على السؤال الثاني ممكن استعمال يجاوب على السؤال با هذا 2 با بدون ما يبرهن هذه، يعني ممكن استعمال اس ان تاعي. ثم بعد ذلك بحل هذه المعادلة إذا نتحصل على ناقص 2 ان مربع زائد ان زائد 3 نرد ناقص 30132 الطرف الآخر، راح تساوي لي نديرها معادلة صفرية. واش معنى معادلة صفرية؟ أنقل كل الحدود، الحد الأيمن راح يكون يساوي صفر. إذا هذه تكافئ، نجمع 3 مع 30132 تخرج المعادلة كالتالي ناقص 2 ان مربع زائد ان زائد 30135 تساوي الصفر، سميها المعادلة واحد. هنا واش راح ندير باش نحل هذه المعادلة؟ المبدأ هو كالتالي، نحل هذه المعادلة من الدرجة الثانية باستعمال دلتا. نقول أن أ تاعي هو ناقص 2، ب تاعي هو 1، سي يساوي 30135. طبعا لماذا؟ باش نلقاو حلول قيم أن التي تحقق أس أن تساوي ناقص 30132. ولكن حذاري، أن عدد طبيعي لازم نلقاوه عدد طبيعي، أما إذا لقينا غير عدد طبيعي راح يكون حل مرفوض. إذا نعود للحل، دلتا يساوي ب مربع ناقص 4 في أ سي أ في سي. إذا نعوض، ب تاعي هو 1، 1 مربع ناقص 4 في أ هو ناقص 2، سي هو 30135. دلتا راح يخرج لكم يساوي 241081. اذا هو مربع تام، راح تشوفوا بالاله الحاسبه كي ديروا الجذر التربيعي له راح يخرج لكم 491. نتابع. اذا واش نقول؟ بما ان الدلتا تاعي خرج لي 241081، اذا نقول للمعادله واحد اللي سميتها معادله واحد، يعني هذه المعادله نقول ان للمعادله واحد حلين متميزين هما، طبعا ما نقولش اكس واحد لاننا المجهول هنا ان، نقول ان واحد يساوي ناقص ب ناقص جذر دلتا على 2 ا، او ان 2 يساوي ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 ا. نبداو بالحل الاول. اذا ان واحد يساوي ناقص ب، اذا ب تاعي هو واحد، اذا ناقص واحد ناقص جذر دلتا قلنا هو 491 تقسيم 2 في 2 ا 2 في ناقص 2. اذا راح يمد لكم إذا بالجمع 491 زائد 1 يمد لكم ناقص 492 على ناقص 4، ناقص على ناقص زائد راح يخرج لكم العدد 123. إذا 123 عدد طبيعي، إذا حل مقبول. أما الحل الثاني راح تشوفوه بلي راح يكون حل مرفوض. لماذا؟ لأن ان 2 تساوي ناقص ب زائد جذر دلتا على 2 ا هو ناقص 1 زائد 491 على ناقص 4، راح يخرج لكم 490 على ناقص 4. ويخرج لكم بالضبط ناقص 122.5. إذا ناقص 122.5 ليس بعدد طبيعي، لا ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية آن، وبالتالي فهو حل مرفوض. منه قيمة آن حتى يكون أس آن يساوي
ناقص 30132 هي ان يساوي 123. اتمنى فقط انكم وجدتوا هذه القيمه. نتابع على بركه الله. السؤال الثالث يقول: المتتاليه العدديه vn حدودها موجبه تماما، ومن اجل كل عدد طبيعي عدنا un معرفه كالتالي هي لوغاريتم vn. لهذا السبب دخلنا في اللوغاريتم. اذا فرض ان vn حدودها كلها موجبه، لان اللوغاريتم معروفه فقط على صفر زائد مانع، فقط على الاعداد الموجبه. السؤال الاول يقول: اكتب عباره الحد العام ل vn بدلاله n. لاحظوا معايا، احنا عندنا un تساوي لوغاريتم vn، وحنا عندنا ايضا un هي ناقص 4 n زائد 3. اذا واش راح ندير؟ بما ان هذه الداله المتتاليه معرفه لان vn موجبه، حدودها موجبه، راح ندخل الاسيه للطرفين. تولي لي اسيه un تساوي اسيه لوغاريتم vn، وهذا يكافئ ان هنا نعوض un بالقيمه تاعو، تولي لي اسيه ناقص 4 n زائد 3. هنا بما ان الداله الاسيه والداله اللوغاريتميه دالتين متعاكستين، يعني اللوغاريتم والاسيه كي تلاقى الاسيه مع اللوغاريتميه راح تمد لي vn كما المربع والجذر. اذا راح تساوي لي vn. اذا عباره vn تساوي vn تساوي اسيه ناقص 4 n زائد 3، وبالتالي تحصلنا على عباره vn بدلاله n. السؤال الذي يليه يقول: برهن ان vn متتاليه هندسيه اساسها اسيه ناقص 4. طبعا اسيه ناقص 4 هو عدد حقيقي. الان كيف أبرهن أن vn متتالية هندسية أساسها أسية ناقص 4؟ هذا يكفي أن أبرهن أن vn زائد 1 تكتب على شكل أسية ناقص 4 في vn. إذا حنطلق من vn زائد 1، العبارة تاعها vn زائد 1 هي أسية، طبعا راح نعوض هنا vn زائد 1، أين أجد n أعوضه bn زائد 1، تولي لي أسية ناقص 4 في n زائد 1 زائد 3. ثم بعد ذلك ننشر ناقص 4 على n زائد 1، أتحصل على أسية ناقص 4 n ناقص 4 زائد 3، وهذه هي أسية. إذا أجمع بين ناقص 4 n وزائد 3، لماذا؟ لكي أخرج العلاقة تاع vn أو عبارة vn. إذا أسية ناقص 4 n زائد 3، بدلت فقط الأماكن، درت 3 أمام ناقص 4 n لغرض أنني أستخرج vn، عبارة vn ناقص 4. ثم إحنا عندنا خاصية تاع الأسية، إحنا نعرفوا أن أسية x ناقص y تساوي أسية x في جدا أسية ناقص y. طبقت هذه الخاصية، لاحظوا معايا، إذا فككت الأسية تاعي، تصبح لي أسية ناقص 4 n زائد 3 في أسية ناقص 4. أسية ناقص 4 n زائد 3 هي عبارة vn، إذا راح تولي لي vn في أسية ناقص 4. إذا أخيرا كتبت vn زائد 1 بدلالة vn وبدلالة الأساس اللي هو أسية ناقص 4، وبالتالي نستنتج مباشرة أن vn متتالية هندسية أساسها q يساوي أسية ناقص 4. أتمنى فقط أن يكون واضح. إذا آخر سؤال في تمرين المتتاليات، وهو جد جد مهم، راح يكون فيه يعني يديكم شوية الوقت لأنه لازم عليكم التركيز، له فكرة بسيطة فقط. لاحظوا معي، يقول سؤال: من أجل كل عدد طبيعي أن نضع Sn فتحة يساوي لوغاريتم V لصفر في 1 ناقص نصف زائد لوغاريتم V1 في 1 ناقص ثلث زائد إلى غاية لوغاريتم Vn في 1 ناقص 1 على n زائد 2. يقول سؤال الذي يليه، إذا يقول: أحسب Sn فتحة بدلالة n. لاحظوا معايا، إذا Sn وش عندي كمعطيات؟ عندي Sn هي مجموعة الحدود U لي صفر U لي واحد U لي، نكتب جميع المعلومات اللي عندي أو المعطيات اللي عندي. عندي Sn تاعي هو U لي صفر زائد U لي واحد زائد لغاية U لي n، وعندي Un مكتوبة على شكل لوغاريتم في ان، راح نسحقهم في الزوج.
لاحظوا معي، نبدأ على بركة الله، ننطلق من أسأل فتحة أسأل فتحة أن. إذا قلت أنها مجموع اللوغاريتمات هذه، راح أطبق خاصية اللوغاريتم. تذكرة عندنا لوغاريتم أ زائد لوغاريتم ب هي لوغاريتم أ في ب، راح نستعملها هنا. مجموع عندي مجموع اللوغاريتمات، إذا واش راح ندير؟ راح ندير نطبق هذه الخاصية، تخرج لي أس أن فتحة ماذا تساوي؟ راح تساوي جداء الأعداد، كل هذه الأعداد راح تساوي فيلي صفر في واحد ناقص نصف، في فيلي واحد في واحد ناقص ثلث، في فيلي اثنين في واحد ناقص واحد على أربعة، إلى غاية فيلي أن في واحد ناقص واحد على أن زائد اثنين. ثم بعد ذلك إذا تبعوا فقط معايا، إذا عندي الجداءات التالية، واش راح ندير؟ إذا هاس أس أن فتحة دائما تساوي لوغاريتم، ندخل داخل هذه الجداءات، إذا نكتب فيلي صفر في فيلي واحد، عزلت فيلي صفر في فيلي واحد في فيلي اثنين فيلي أن، يعني هنا عندي شغل أ في ب في سي، ممكن نكتب أ في سي في ب، نفس الشيء. إذا كتبت لوغاريتم في صفر في في واحد في في اثنين في إلى غاية في أن، جداء أيضا الأعداد هذه، واحد ناقص نصف في واحد ناقص ثلث في واحد ناقص واحد على أربعة، إلى غاية واحد ناقص واحد على أن زيد أن زيد اثنين. ثم بعد ذلك مرة أخرى راح أستعمل هذه الخاصية تاع اللوغاريتم، بعدما استعملت أن مجموع اللوغاريتمات تساوي الجداء، الآن العكس راح نستعمل لوغاريتم أ في ب، نجيب لهذا الاتجاه، لوغاريتم أ في ب تساوي لوغاريتم أ زائد لوغاريتم ب. هنا عندي جداء، راح أفكك اللوغاريتم تاعي، إذا أس أن فتحة تاعي راح تساوي لي، عندي نحسب أن هذا أ وهذا كله ب، إذا راح تساوي لوغاريتم فيلي صفر في فيلي واحد في فيلي اثنين لغاية في أن، زائد لوغاريتم واحد ناقص نصف في واحد ناقص ثلث في غاية واحد ناقص أن زائد اثنين. ثم بعد ذلك مرة أخرى لاحظوا معايا، أفكك، نستعمل دائما الخاصية هذه، عندي هنا جداء تاع أعداد تاع فيلي تاع حدود متتالية فيلي صفر، إذا مرة أخرى نستعمل أس أن فتحة تساوي لوغاريتم فيلي صفر زائد لوغاريتم فيلي واحد إلى غاية لوغاريتم فيلي أن، زائد لوغاريتم الجداءات هذه. ثم بعد ذلك أس أن فتحة هنا أستعمل، هنا وش راح نستعمل؟ لوغاريتم فيلي صفر ماذا يساوي؟ ما هو إلا يولي صفر. لاحظوا معي، كون نعوض يولي صفر يساوي لوغاريتم فيلي صفر، يولي واحد لوغاريتم فيلي واحد، يولي اثنين لوغاريتم فيلي اثنين، إلى غير ذلك. إذا فيلي واحد هو نفسه يولي صفر، وفيلي واحد هو نفسه يولي واحد، إلى غير ذلك، إلى غاية لوغاريتم فيلي أن هو الحد يو أن. ثم بعد ذلك زائد لوغاريتم واحد ناقص نصف في واحد ناقص ثلث إلى غاية واحد في واحد ناقص واحد على اثنين أن زائد اثنين، أتابع. إذا هذه ما هو إلا مجموع أسأل، شفناه من قبل وحسبناه من قبل، ثم راح نعوض فيما يلي. ثم بقى لي جداء هذه الأعداد، راح نشوف جداء هذه الأعداد وماذا يساوي. إذا أولا نبدأ بواحد ناقص نصف، ماذا يساوي؟ نوحد المقامات، راح تساوي لي اثنين ناقص واحد على اثنين ويساوي النصف، إذا واحد ناقص ناقص نصف ما هو إلا النصف. ثم الحد الثاني واحد ناقص ثلث، نوحد المقامات راح نلقاه اثنين على ثلاثة. ثم بعد ذلك نزيد واحد ناقص ربع ما هو إلا ثلاثة على أربعة، ثم إلى غاية آخر حد هو واحد ناقص واحد على أن زائد اثنين، راح يخرج لي أن زائد واحد في أن على أن زائد اثنين، أن زائد واحد على أن زائد اثنين. الآن راح نضرب طرف لطرف، نضرب كل هذه الأعداد اللي هي واحد ناقص نصف في واحد ناقص ثلث إلى غاية واحد على أن زائد واحد، نلاحظ إذا نعوض بلقي كل حد بالقيمة تاعو، النصف في 2 على 3 في 3 على 4 في ان على ان زائد 1 في ان زائد 1 على ان زائد 2. نلاحظ ان في كل مره نختزل 2 مع 2، 3 مع 3، هنا 4 راح يكون مع 4،
هنا ان زائد واحد مع ان زائد واحد الى اخر، وش يخرج لي؟ كل هذه الجداءات راح تخرج لي تساوي واحد على ان زائد اثنين. اذا اخيرا اذا راح يقول لي لوغاريتم الجداء الاعداد هذه ما هو الا لوغاريتم واحد على ان زائد اثنين. اذا نكتب اس ان فتحه يساوي اس ان زائد لوغاريتم واحد على ان زائد اثنين. طبعا راح نستعمل ايضا خاصيه اخرى للوغاريتم التي تقول لوغاريتم واحد على ا هو ناقص لوغاريتم ا. لماذا؟ لان هذا يساوي لوغاريتم واحد ناقص لوغاريتم ا. لوغاريتم واحد هو صفر، اذا يخرج لكم ناقص لوغاريتم ا. اخيرا عباره اس ان فتحه هو اس ان هو شفناه من قبل ناقص 2 ان مربع زائد ان زائد 3 ناقص لوغاريتم ان زائد 2. أتمنى فقط أنكم أجبتم الإجابات الصحيحة. أقول لكم بالتوفيق للجميع.